غادروا بلدتهم قسراً، منهم من استطاع ترك البلاد، ومنهم من لجأ إلى أقرب سقف يحميهم من إرهاب جهادي الدولة الإسلامية. عشرات الآلاف من المسيحيين المهجرين من بلدة قرقوش لجأوا إلى محيط كنيسة القديس يوسف شمال شرقي إربيل، هناك حيث الدولة الإسلامية لا تفرض عليهم الجزية أو اعتناق الإسلام أو الذبح حتى الآن. نازحو قرقوش يعيشون في ظروف صعبة جدا، والشريط الخاص بالـ LBCI يظهر أوضاع أولئك النازحين. تركوا البلدة التي ترعرعوا فيها خالية من صلبانها، كنائسها محتلة ومئات المخطوطات القديمة محروقة. الدولة الإسلامية وضعت هؤلاء النازحين أمام خطر الموت. هكذا يفترشون الأرض وينامون، هكذا يأكلون وهكذا يشربون. صعود التطرف الإسلامي والتهديدات الصادرة عن الحركات الجهادية خصوصا هجر لأول مرة سكان أكبر مناطق المسيحيين في محافظة نينوى.